وللحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم إلينا مباشرة من عدن الدكتور محمد عبد الهادي، نائب رئيس الحراك الثوري الأعلى. أهلا بك معنا دكتور في هذه النشرة. في البداية، ما أهمية مؤتمر الحوار الجنوبي في ظل التطورات الأخيرة للأزمة اليمنية؟ أولا تحية لكم. هذا الحوار الجنوبي لم يكن انطلاقته من يوم غد، ولكن انطلاقة الحوار الجنوبي بدأت منذ عام 2021 عندما تم تشكيل فريق الحوار الجنوبي بقرار من الرئيس عيدروس الزبيدي، رئيس المجلس الانتقالي، نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي. الفريق هذا اشتغل في عدة عواصم عربية والتقى مع تقريبا مع كل المكونات الجنوبية المتواجدة في الخارج، ثم تشكل الفريق الحوار الجنوبي الداخلي برئاسة الدكتور صالح محسن الحاج، وعمل هذا الفريق منذ تأسيسه، منذ القرار بإنشائه، على ألا يستثني أي طرف من أطراف العملية السياسية والمجتمعية في الجنوب. فشملت الحوارات المكونات السياسية والأحزاب السياسية الجنوبية، وأيضا شملت كل مكونات المجتمع المدني وكل مكونات المجتمعية من عدن حتى المهرة وسقطرة. فيوم غد هو سيأتي تتويجا لهذه الجهود الكبيرة التي بذلت حتى نصل إلى هذا اليوم. أهميته تكمن أولا في أن هذا الحوار يأتي بعد جهود كبيرة ومحاولات كثيرة فشلت في إيجاد حوار جنوبي، سواء كانت هذه المحاولات من أطراف في بعض المكونات وإلا حتى أيضا من مساهمات من منظمات دولية، لكن بحقيقة الأمر منذ تشكيل فريق الحوار الوطني الجنوبي الخارجي والداخلي أستطيع أن أقول أنه بدأ هذا الحوار أن يضع بداية حقيقية لم شمل كل الجنوبيين وحول قضيتهم الرئيسية قضية استعادة دولتهم من ناحية، وثانيا نحو إيجاد شراكة وطنية جنوبية يشترك الكل في بناء هذه الدولة القادمة. طيب دكتور، بالنسبة لهذا الحوار الذي سينعقد بإذن الله غدا، هل شملت هذا المؤتمر الجنوبي كافة المكونات السياسية طبعا باختلاف آرائها؟ الجنوبيين منذ أمس وقبل أمس تتقاطر من كل المحافظات الجنوبية، تتقاطر من عدن ولاحق وأبين وشبوة وحضرموت والمهرة وسقطرة إلى العاصمة عدن، إلى قلب العاصمة عدن، لحضور والمشاركة كمندوبين في أعمال اللقاء التشاوري الجنوبي، أو كأيضا ضيوف في جلسة الافتتاحية لهذا اللقاء التشاوري. الحوارات جرت مع الكل، وذهبت لجنة الحوار الوطني إلى كل المكونات السياسية واستمعت إلى رؤاهم، وكونت من هذه الرؤى خلاصة ما جاء من إضافات وخلاصة ما جاء من يعني بعض الأفكار والآراء التي تقدمت بها هذه المكونات السياسية. وفي موجبها صيغة، يعني تم صياغة مشروع، كل اللي سيقدم غدا هي عبارة عن مشروع اتجاهات فقط، مشروع اتجاهات الميثاق الوطني حول الأسس والمبادئ، مشروع أيضا الاتجاهات السياسية للمرحلة الراهنة، أيضا مشروع اتجاهات لبناء الدولة الجنوبية، وأيضا مشروع اتجاهات لمسار التفاوضي القادم.
فأعتقد أنه كل اللي حضروا من المكونات الجنوبية والمجتمعية يوم غدا ستناقش هذه الملفات كلها، ستقترح عليهم بآلية جديدة في نفس جديد أيضا، ليس هناك طرف سيستقوي على البقية، ولكن كلهم سيكونوا شركاء من خلال لجنة الصياغة ومن خلال إدارة هذه الحوار ويعني تجميع الملاحظات وتقييمها وإعادة أيضا صياغة هذه المشاريع حتى يقتنع كل الحاضرون بما جاء فيها لتصبح وثيقة رئيسية ومن ضمنها وثيقة الميثاق الوطني الذي سيتم التوقيع عليه بعد انتهاء هذه المشاورات الجنوبية. طيب دكتور، البعض يصف مؤتمر الحوار الجنوبي الجنوبي خطوة متقدمة لحل القضية الجنوبية، إلى أي مدى وحدة الصف الجنوبي الجنوبي يساهم في رسم خارطة الطريق للقضية الجنوبية من خلال هذا المؤتمر الذي سينعقد بإذن الله غدا الخميس؟ طبعا هو الحوار والحوار الجنوبي والمشاورات يوم غد الجنوبية هي خطوة متقدمة جدا، يعني منذ 94 بعد الافتتاح العسكري للجنوب لم تكن هناك أي وثيقة جنوبية جامعة. أعتقد اليوم نحن وصلنا إلى هذا، وصلنا إلى هذا، وهذا لن يكون نهاية المطاف. حتى المكونات التي امتنعت عن الحضور ولم تأتي بأسباب مقنعة لهذا الامتناع هي أصلا معذورة، ربما تكون في هذه المرحلة، لكن بطبيعة الحال عندما تشوف سفينة تبحر نحو تحقيق أهدافها وهو الهدف الأساسي في استعادة الدولة الجنوبية وبنائها بنظام فيدرالي، هم ممكن يأتوا إلى هذه الحوارات القادمة في مؤتمر الوطني الجنوبي الشامل. طيب دكتور، لكن اليوم نحن طيب دكتور في نقطة أخيرة وأختم بها، وهذا لضيق الوقت وأنا أعتذر منك دكتور، هل تتوقعون نجاح هذا المؤتمر وما مدى تأثير نجاح مؤتمر الحوار الجنوبي الجنوبي على مسار الأزمة اليمنية؟ أنا أعتقد أن النجاح وارد ولن يكون هناك إلا النجاح لهذه المشاورات، وإيماني العميق من هذا يأتي. أنا جيت للاستديو الآن بعد أن كنت مشارك في لقاء جمع مختلف المكونات والطيف السياسي والمجتمعي الجنوبي، وكان كلهم بنفس النفس يتغنوا باستعادة الدولة الجنوبية وأن هذه الوثائق سيعملون جاهدا على إغنائها لتكون أساس ومنطلق أساسي لتحقيق هدف كل الجنوبيين في الدولة الجنوبية الفيدرالية كاملة السيادة. أعتقد أيضا هذا الأمر يصب في اتجاه المساهمة في تحقيق نجاحات في إطار المفاوضات السياسية اليمنية المقبلة. أنا أشكرك الدكتور محمد عبد الهادي نائب رئيس الحركة الثورية الأعلى، كنت معنا مباشرة من عدن.